بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع تاع درسنا اليوم هو عبارة عن مراجعة عامة في الرياضيات المالية، غادي نديرو ريفيزيون جينيرال، غادي نشوفو إن شاء الله لي زيليمون دو باز دو ماتيماتيك فينونسيير، ودون إطالة عليكم نفوتو لهاد المراجعة تاعنا ونبداو بديسويت جيومتريك ولا المتتاليات الهندسية. وقبل ما نفوتوا لي زيكزام تاعنا ولا المراجعه تاعنا، الماتيماتيك فينونسيير روبوز سير ان كونسيبت دو موديل دي سويت جيومتريك، هي ترتكز ولا تعتمد على مفهوم ولا نموذج متتاليات الهندسيه. علاش غادي نبداو بهم ونديروا لهم مراجعه ان شاء الله خفيفه؟ وكما تعرفوا لا فورميل تاع لي سويت جيومتريك غادي نعطيها لكم، تبعوني في الطابلو. شنو تقول؟ تقول اي ا اي ا بليس ا plus 1 est égal Q multiplié par I1. هذه هي لا فورميل تاع لا سويت جيومتريك. واللي تقول هنايا واش نفهموا هنايا، بدي لو تير سويفون est égal لو تير بريسيدون multiplié par un nombre constant اللي لغاو لها لا ريزون، ولا هاد لو نومبر كونستونت ولا هاد العدد الثابت اللي خصها يكون مختلف على واحد، يكون ديفيرون دو 1. اذا كان est égal 1 ما نطيحوش، ما توليش نسويت جيومتريك نبقاو نطيحو في نفس العدد. غادي ندو مثال باش تفهموا احسن. ندو على سبيل المثال اكزومبل، ندو هنايا 4 وندو 8 وندو 16 وندو 32، متفقين معايا؟ دوك انا باش تحصلت على 8 درت 4 ملتيبليي بار 2، باش تحصلت على 16 درت 8 ملتيبليي بار 2، وباش تحصلت على 32 درت 16 ملتيبليي بار 2. هادي ان سويت جيومتريك لي لا ريزون تاعها هي اي. غادي نديرو الشيما تاعنا باش تفهموا احسن. نديرو لو شيما تاعنا، ها هي لو شيما تاعنا. عندنا هنايا اي 0، هنا اي 1، هنا اي 2، وهنا اي 3، وهي غاديه حتى الاي 1 موان 1 عاود اي 1 1 عاود اي 1 بليس 1، وهي غادية. وهنا 1 موان 1، هنا 1، وهنا 1 بليس 1. نزيدو نهودو هنا. هادي سويت جيومتريك اللي تقول اي 1 بليس 1 ايتيغال 2 ملتيبليي بار اي 1، حيث لو برومي تيرم عندي هنايا اي 0 est égal 4 و لا ريزون تاعي est égal 2. هاد لا سويت جيومتريك لي نفرض بلي خاصنا اي 20 ولا اي 50. باغ اكزومبل الا خاصنا اي 20 خصني كالكيلي اي 19 باش نعاود نتحصل على اي 19 خصني كالكيلي اي 18، باش نحصل على اي 18 خصني كالكيلي اي 17، وهي غاديه. دروك حنا كاينين فورميل باش نصيبو لو تيرم اللي رانا باغيينه ولا رانا نحوسو عليه. بغينا ندو على سبيل المثال خاصنا اي 5، خاصنا اي 5، خاصنا كالكيليو اي 5. غادي نديرو حنايا لو كالكيل تاعه، نعطيكم لا فورميل باش تبقاو تحصلوا على لو تيرم اللي انا باغيينه. باش نتحصل على اي 5 دوك خاصني اي 1، اي 1 ايتيغال كي ملتيبلي بار اي 0، متفقين معايا؟ عاودك خصني اي 2، اي 2 هي كي ملتيبلي بار اي 1. عاود اي 3 ايتيغال كي ويسون كي ملتيبلي بار اي 2. عاود اي 4 ايتيغال كي ملتيبلي بار اي 3. عاود اي 5 ايتيغال كي ملتيبلي بار اي 4. بون هنايا عندنا 5 ايغاليتي، تبقى معايا؟ عندي هنايا 5 ايغاليتي، هادو خمسة تاع الايغاليتي، عندي هنايا 5 ايغاليتي، بحيث لي برودوي اغوش ايتيغال لي برودوي ادروات، متفقين معايا؟ لي برودوي تاع هادو ايتيغال لي برودوي تاع هادو، لي برودوي تاع هادو كي ندير هذا متبلي بار هذا، هذا متبلي بار هذا، متبلي بار هذا، نطيح في لو ميم برودوي تاع هذا، تاع ميت هادو تاع هذا متبلي بار هذا متبلي بار، نطيح في لو ميم برودوي. غادي ندير لو توتال تاعهم، هنا لو توتال تاعهم لو توتال اغوش يعطينا لو ميم ريزيلتا كيما لو توتال ادروات، متفقين معايا؟ باش ندير لو توتال تاعهم غادي نختازل، غادي نختازل اي 1 مع اي 1
I2, ma I2, I3, ma I3, I4, ma I4, واش يبقى لي هنايا؟ يبقى لي I5، متفقين معايا؟ ويبقى لي هنايا I0، ها هو I0، شحال عندي ملكي؟ 1 2 3 4 5 ملتيبليي بار كي بيسونس 5، واللي نتحصل على هذه القاعدة واللي هي I1 ايتيغال I0 ملتيبليي بار كي بيسونس 1. هذه هي القاعدة اللي نحوس على لو تيرم اللي راني باغيه. على سبيل المثال خاصني I20 ندي I0 ملتيبليي بار ك ديفيزي بويسونس 20. هذه هي هذا هو هذه القاعده تاعهم تاع السويت جيومي تاعك. حنا ما درناش عليهم درس ولكن درنا ريفيجن جينيرال، وان شاء الله تكونوا فهمتوهم. بون فوتو دوك الدوزيام تيتر تاعنا ونفوتوا الماتيماتيك فينونسيال. كما تعرفوا الماتيماتيك فينونسيال كاين 4 فورميل. هاد لي 4 فورميل الا تحكمنا فيهم عرفنا نستعملوهم رانا تحكمنا كاع في لي ماتيماتيك فينونسيال. هاد لي 4 فورميل كاين زوج في لي زانتيري كومبوزي وكاين زوج في لي زانويتي. لي زانتيري كومبوزي هما الفوائد المركبه ولي زانويتي هما الدفعات الثابته. لي دو اللي كاينين في لي زانتيري كومبوزي لي دو فورميل نعطيهم لكم دروك نهودو لتحت دوين باش خاويه. لي دو لي كاينين في لي زانتيري كومبوزي كاين لا فورميل الاولى ان واللي هي لي تقول اي ان ايتيغال سي زيرو ميتيبلي بار ان بليس اي بويسونس ان. هادي باش نكالكيليو لا فالور اكيس تاعنا ولا كابيتاليزاسيون، متفقين معايا؟ لا فالور اكيس. والدوزيام فورميل تاني في لي زانتيري كومبوزي ولا في الفوائد المركبه اللي تقول اي زيرو ايتيغال سي ان ملتيبلي بار ان بليس اي اونتر بارونتيز بلا بارونتيز تاعنا بويسونس موان ان، واللي كالكيليو بها لا فالور اكتيال تاعنا. لا فالور اكيز هي القيمه المتحصل عليها ولا المكتسبه، ولا فالور اكتيال هي القيمه الحاليه. لا فالور اكتيال ولا الكابيتاليزاسيون ولاكتياليزاسيون. كابيتاليزاسيون هي لا فالور اكيز ولاكتياليزاسيون هي لا فالور اكتيال. هادو لي دو فورميل في لي زانتيري كومبوزي ولا في المركبه. وعندي دو فورميل في الدفعات الثابته ولا في لي زانويتي ولا لا فورميل الاولى واللي هي في ان ايتيغال ايتيغال ان بليس اي puissance 1 moins 1 sur i. تاني هادي لا فالور اكيز دو فوا تابيتا لا فالور اكيز. و لا دوزيام فورميل تاعي دو فوا تابيتا ولا في لي زانويتي واللي هي في زيرو ايتيغال 1 moins 1 plus i puissance moins 1 sur i واللي هي لا فالور اكتيال. كالكيلي بها لا فالور اكتيال. بو هادو لي كات فورميل الى تحكمنا فيهم وعرفنا كيفاش نستعملوهم رانا تقريبا تحكمنا كاع في لي ماتيماتيك فينونسيير. وان شاء الله تكونوا فهمتوني. دوك نفوتو نتريتيو هاد لي فورميل تاعنا فورميل بار فورميل. وقبل ما نفوتو لهاد لي فورميل نفوتو لي زانتيري كومبوزي غادي نديرو مراجعة خفيفة على لي زانتيري سامبل، خاطر كاين لي زانتيري سامبل كاين لي زانتيري كومبوزي كاين الفوائد البسيطة وكاين الفوائد المركبة. بون لي زانتيري سامبل يتيليزيهم لي بونك بور لي ديت اكور تاعهم في الديون قصيرة الأجل. على سبيل المثال لي ديكوفير بونكار عندنا لي ديكوفير بونكار وعندنا لي ديسكونت تاع لي زيفي دو كوميرس عندنا لي زاجيو يكالكيليو عليهم لي زانتيري سامبل. ولي زانتيري سامبل توجور سيبيريور على لي زانتيري كومبوزي علاش يستعملوهم في لي ديت اكور تاعهم، بصح لي ديت ا لونغ تيرم يستعملو لي زانتيري كومبوزي. بون نفوتو نديرو مراجعة خفيفة على لي زانتيري سامبل. نفوتو هنا ندو بيضاء ورقة خفيفة شوفوا ورقة هنا هي. بون لي زانتيري سامبل عندنا لا فورميل تاعهم واش تقول باش كالكيلي تاع لانتيري تاعك تقول اي ايتيغال سي زيرو ملتيبلي بار لو طو ملتيبلي بار ان ديفيزي بار سان. غادي ندو مثال هنا ندو اكزومبل عندنا كابيتال
c'est 0, tu as 100 000. Le TFK, d'ailleurs, 100 000 dinars. On dit le taux TAI, 10%, ou on dit 1, la période, on dit 3 ans. Le calcul est l'intérêt TAI, elle a dit 3 ans avec un taux à 10% en IR. Le TFK, d'ailleurs. Bon. Je calcule l'intérêt TAI, on dit I, l'intérêt, on dit 100 000. Multiplié par 10, multiplié par 3, divisé par 100. Ou l'Allah, elle m'a demandé, je vais vous donner 30 000. Je vais vous donner 10% à 100 000, il y a 10 000, 10 000 multiplié par 3, vous donner 30 000. 30 000 dinars. Donc, je vais calculer mon ciel par mois. Je vais calculer mon ciel. Je vais dire, par exemple, nous devons 1, nous 6 mois. Ou on a fait avec un taux de placement à 10% en hier. 1, on dit 6 mois. On a besoin de calculer l'intérêt TAI, nous dit 100 000, multiplié par 10, multiplié par 6, divisé par 1200. 1200, il y a 12 multiplié par 100. 12 mois, multiplié par 100, ça a 1200. 1200, on est normalement 5 000. 5 000 dinars. Quand on a 10 000, il y a 100% de 1, on est à 5%. 10% à 10 000. Fait 1, 10 000, divisé par 6 mois, tu as 5 000 dinars. Bon, on a fait par jour. Par jour, on dit 120 jours. 120 jours. Mais je calcule les intérêts. On dit l'intérêt est égal à 100 000, multiplié par 10, multiplié par 120 jours, divisé par 365. 36 500, il y a 365 jours par année, multiplié par 100, t'as 365, il y a 36 500. Maintenant, il y a une nettoie, تختلف قادر تكون سيمستريه قادر تكون تريمستريه قادر تكون مونسيال قادر تكون انيال وكاين دوك تالي زانتيري كونتيني لي كالكيليو بالساعه ولا بالدقيقه كما في لي بورزوك وكاع راه مي كالكيليو لي زانتيري يعيطوهم لي زانتيري كونتيني كالكيليوهم بالساعه لي زانتيري كونتيني دوك نفوتو الدوزيام تيتر تاعنا ان شاء الله تكونوا فهمتوا لي زانتيري سامبل نظن بلي ساهلين نفوتو الدوزيام تيتر تاعنا واللي هو لي زانتيري كومبوزي هما اللي خصنا نركزو عليهم لي زانتيري لي زانتيري كومبوزي بون لي زانتيري كومبوزي عندنا عندنا بلاسمون لي زانتيري كومبوزي واش يقول لك لو كابيتال بلاسي جينيري دي زانتيري وهاد دي زانتيري فابريك دي زانتيري هادو هما دي زانتيري كومبوزي والفرق اللي بيناتهم بين دي زانتيري سامبل نبقاو شاك دي زانتيري سامبل نبقاو شاك بيريود نديوه لو ميم كابيتال اللي حطيناهم كاكيليوه دي زانتيري ونزيدوهم هادو هما هذا هو الفرق اللي بيناتهم بصح لي زانتيري كومبوزي لا عندنا لي زانتيري كومبوزي عندك لو كابيتال اللي حطيناه يولد لنا لي زانتيري هذوك لي زانتيري زيدوهم الكابيتال تاعنا وعاود نكالكيليو لي زانتيري تاعنا في الدوزيام بيريود علاش يقول لك لي زانتيري بلاسي لي زانتيري كومبوزي لو كابيتال بلاسي جينيري دي زانتيري اي لي زانتيري فابريك دي زانتيري يولدوا لو كابيتال تاعنا يولد لنا ولا يعطينا دي زانتيري وهذوك لي زانتيري ينتجوا لنا لي زانتيري واحد اخرين باش نفهموهم احسن غادي ندو اكزومبل ندو اكزومبل باش نفهموهم احسن ندو ان بتيت اكزومبل عندنا ان بلاسمون تاع سي زيرو فيه 100 ميل 100 ميل دينار عندنا لو طو تاعنا اي 5% تفقي معايا دوك انا خاصني سي ان باش نكالكي لي سي ان شنو ندي ندي باش كالكي لي سي ان اي تيغال 100 ميل اللي راني حاطها بلاسمون تاعي اللي راني حاطه بليس 100 ميل ميتيبليي بار 0.05 لو طو تاعي واللي تعطيني 100 ميل دينار تفهم معايا دوك خاصني سي دو
شنو ندي؟ ندي 105 000 اللي تحصلت عليه لا فالي راكي في لا بريمير بيريود تاعي واللي هي 105 000 بليس 105 000 ملتيبلي بار 0.05 واللي تعطيني 110 250 دينار. وهي غادية خاصني باغ اكزومبل سي 3 عاودك ندي 110 250 بليس 110 250 ملتيبلي بار 0.05 مانيش عارف مانيش حاسبها هنايا شحال حسبوها دينار التي توصل. هذه هي وهي غادية وشاك هاني نبقى نحسب على نزيد اللي تحصلت عليه لا فالور راكي زيد تحصلت عليها دوكا كاين ليها لي زانتيري في لا بيريود لي موراها علاش عيطرهم لي زانتيري كومبوزي ولا الفوائد المركبة عكس لي زانتيري ساب لي زانتيري ساب خلي غير 100 000 وبقى شاك هاني كا كاين ليها لي زانتيري بقى شاك هاني تعطيني 100 000 في التروازيام اني عندي 15 000 بصح في لي زانتيري كومبوزي لا نزيدهم للكابيتال تاعي وعاود نكالكيلي لي زانتيري تاعي في دوزيام بيريود علاش عيطرهم لي زانتيري كومبوزي. بون لا فورميل هنايا اللي توصلنا لها واش هي باش تقول لنا سي ان بليس ان ايتيغال سي ان بليس سي ان بليس سي ان ندير اونتر بارونتيز سي ان فوا اي متفقين معايا هذه لا فورمي تاعي سي ان بليس سي ان ملتيبلي بار ان هذه باش تحصل على سي ان بليس ان هنا كي ندير هنا سي ان اون فاكتور شنو تعطيني تعطيني سي ان ملتيبلي بار ان بليس اي تعطيني هاد لا فورمي سي ان ملتيبلي بار ان بليس اي خاطر كي ندير سي ان اون فاكتور هنا راهي بليس سي ان فوا اي كي ندير هادي سي ان اون فاكتور تعطيني هنا سي ان ملتيبلي بار ان بليس اي متفقين راكم معايا هنا متفقين واللي هنايا واش الروماركي بلي لا فالور ابري ايتيغال لا فالور بريسيدونت ملتيبلي بار ان نومبر كونستونت واللي هو لا ريزون واللي هو ان بليس اي ان بليس اي وهادي سويت جيومتريك البرومي تيرم تاعها هو سي زيرو ولا ريزون تاعها هي ان هي ان ان بليس اي هي لا ريزون تاعها هنا عندي ان سويت هنا شنو تقول لنا سي ان شنو تقول لنا هنايا سي ان سويت جيومتريك هنا السيلو راهي لي جيومتريك دو بروميتير تاعنا بروميتير سي زيرو ولا ريزون est égal à 1 plus i. Par qui dire au moins, on dire au schéma tiens, je fais moi, c'est dire au schéma tiens, aïe le schéma tiens, adn en aïe, c 0, ou en a, c 1, ou en a, c 2, en a, c 2, oui, radio, en aïe. هنا نديرو سي ان موا ان هنا سي ان وهنا سي ان بليس ان هنا ان بليس ان هنا ان وهنا ان موا ان هنا زيرو وهي هنا ان وهنا دو هادي هنا ينسوي جيومتريك هنا لا ريزون ان بليس اي ولو برومي تير تاعنا هذا هو لو برومي تير تاعنا هذا هو لو برومي تير تاعنا هذا هو سي زيرو هي لو برومي تير ولا ريزون ان بليس اي وهي غادي هنا ان سويت جيومتريك اللي تعطينا لا فورميل تاليه باش نكالكيلي ولي زانتي لي كومبوزي تاعنا واللي تعطينا لا فورميل تاليه واللي هي سي ان ايتيغال سي زيرو ملتيبلي بار ان بليس اي بويسونس ان
Pour la suite géométrique, je fais C1 est égal C0 multiplié par qui puissance 1. C'est la formule T1. C'est la valeur à qui c'est 1. C1. Bon, ben, des exemples, Inch'Allah, donc tu fais moi, Hachan. Bon, on continue à foutre le deuxième exemple. Deuxième exemple, Adna. Adna, exemple 2. Adna C0 100 000 dinars. Le taux d'intérêt est I, Adna 5%. Tu as pris rien. Donc, les nous faisons oublier 1, Adna 5 ans. 1, Adna 5 ans. La formule est Adna, elle est wadha, ou bien, ou dit goud, C5 est égal 100 000. Multiplié par 1 plus 0,05 puissance 5. Vous l'avez atteint un capital ou une valeur acquise de 127 628,15 dinars. Après 5 ans, 100 000, tous les 127 628,15 dinars. La valeur acquise est après 5 ans avec un taux de 5%. Vous êtes prêt? Donc, il faut que j'ai 3 ans et 3 mois. 3 ans et 3 mois. La formule que j'ai fait ici, je dis que c'est 3 est égal 100 000 multiplié par 1 plus 0,05 puissance 3, la parenthèse, puissance, la parenthèse, puissance 3, plus 3 sur 12. 3 mois sur 12. C'est-à-dire la formule, l'intérêt, 117 183,183,16 dinars. La formule qui est écrite bien là. La formule est C2 est égal 100 000 multiplié par 1 plus 0,05 puissance, on a la parenthèse 2 plus 130 divisé par 365. On a la parenthèse où l'intrasseur est à 100. Une valeur acquise de 112 182,60 dinars. Je pense que le capital ou la valeur acquise par an et par mois et par jour. Nous les formules qui nous le troisième exemple. Exemple 3, Adna, C0 est égal 100 000. T'es meilleur. Ou Adna, I est égal, Adna, un taux de 5%. L'infrared qui est calculé, la valeur qui est calculée, la durée qui est calculée, le taux, parce que la valeur qui est calculée est égale ou la plus 180 000. واللي نحط لا فورميل تاعها ناقصني ان هي اللي ما عندناش كاركيلي وان باش تكونوا باش نوضح لكم الامور. اللي نفرض باللي هنايا 100 ملتيبلي بار 1,05 هي 1 + 0,05 بويسونس ان هي اللي ما عنديش يكون لو كابيتال تاعي
أكبر أو يساوي 180,000 دينار. وقتاش تكون عندي المدة ولا لادي اللي نستغرقها وتسمى خصني لادي اللي نستغرقها باش نتحصل ولا يكون لو كابل لا فالور راكي سي تساوي ولا أكبر 180,000 دينار. متفقين معايا؟ هنايا واش غادي ندير؟ غادي نختازل هنا 100,000 مع 180,000 اللي نديفيزيها بار 100,000 هنا تولي 1 تولي 1 هنايا وهنا تولي 1.8. متفقين معايا؟ واللي تولي لي هنايا 1.05 بويسونس 1 اكبر او يساوي من 1.8. متفقين معايا؟ هنايا باش غادي نحلها نحلها بلا فونكسيون تاع الان لا فونكسيون تاع لا بروبيوريتي الجبريك لوغاريتم الان ملي ندي هنايا الان ندي هنايا الان 1.05 بويسونس 1 اكبر او تساوي من الان 1.08. بون لا بروبيوريتي الجبريك لوغاريتم واش تقول لي؟ تقول لي الان 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 ا بويسونس ان est égal à n ln a. Hadi la propriété de l'algébrique logarithme qui dit ln a puissance n est égal à n ln a. Ou li nhatha hnaya ou li ndi hnaya n ln 1.05 ou li tولي اكبر او تساوي من ln 1.08. متفقين معايا؟ واللي تعطيني هنايا ان اكبر او تساوي من ان 1.08 ديفيزي بار ان 1.05 واللي تعطيني 12.04 ولا اكبر او تساوي من 12.05 204. متفقين معايا؟ هنا واش نتوصل واش نتوصل نتوصل لا فورمول التاليه لا فورمول التاليه اللي باش نحل بها ان ان ايتيغال ايتيغال ان نحل لا بارونتيز تاعي سي زيرو ملتيبلي بار ان ليس اي بلا لا بارونتيز تاعي نعاود بلا لا بارونتيز تاعي كبيرة ديفيزي بار ان سي ان. هادي هي لا فورميل لي نحل بها ان لي نتوصل بها الان ولا لا بيريود تاعي بان. هادي هي لا فورميل وان شاء الله تكونوا فهمتوها. بون خوتي نفوتو اكزومبل نيميرو 4 ولا كاتريام اكزومبل تاعنا ليكزومبل 4 واللي يقول نفرض بلي عندنا ان بلاسمون تاع سي زيرو تاع 100,000 دينار عندنا سي 5 عندنا سي 5 لي تيغول 140,255 بون لا بيريود عندنا ان 5 لو طو هو اللي ما عندناش اي هو اللي ما عندناش لو طو هو اللي ما عندناش اللي غادي كالكيليو. هنا عندنا ان بلاسمون تاع 100,000 دينار جاب لنا اون فالور راكي تاع 140,255 بوندون اي بيريود دو 5 اون دو 5 اني ولا 5 5 سيمس ولا 5 تريمس ولا 5 موا ولا خاصنا لو طو اللي وصلنا له لهاد 140,255 غادي كالكيليو لو طو تاعنا. باش كالكيليو لو طو تاعنا غادي نحطو لا فورميل تاعنا واللي هي 100,000 multiplié par 1 plus i puissance 5 ou l'état 9 140,255. L'état 9 100,000 multiplié par 1 plus i puissance 5 est égal à 140,255. Bon, on va éclater 1 plus i 0,5. Ben, عندو على سبيل المثال عندنا 3 ملتيبلي بار 2 تعطينا 6 باش نوصل انا لل 2
بالدو تاعين دي 6 ديفيزي بار 3 واللي غادي نديرها هنايا واللي ندير 1 بليس تي بويسون 5 ايتي ايغال 140255 ديفيزي بار 100000. بون نخليها انا كيما راهي باش ناكلاطي 1 بليس اي بويسون ناكلاطيها الروحة ونخلي ساك شنو ندي شنو تقول ندي راسين 240255 ديفيزي بار 100 واللي تعطيني 1 بليس اي دو راسين 5 تاعها واللي هو 140000 ديفيزي بار 100000 متفقين معايا واللي تعطيني 1 بليس اي لو راسين 5 يعطيني هنايا ندير 140000 ديفيزي بار 100000 اونتر بارونتيز بويسونس 1 سير 5 لي لا فورمول ماتيماتيك لي تقول لي ا1 A puissance 1, A puissance 1, tout puissance 1 sur 1 est égal à. Je pense une fois. Qui est calculé en ailleurs, t'as 1 plus I, qui est une machine à calculer, c'est une machine à calculer, t'as 1, machine à calculer scientifique, t'as 1,0699. Vous l'avez I est égal à 0,0699 où le taux de TI est 6,99%. Bon, la formule a dit TI, le taux de TI, la formule TI, le taux de TI est I est égal C1 divisé par C0 le tout entre parenthèses puissance 1 sur 1 moins l'inqawa moins 1. Parce que le taux t'a dit la formule t'a dit. Je vais dire le taux t'a dit la formule t'a dit. نظن بلي هنا مسألة واضحة ومفهومة إن شاء الله تكونوا فهمتوني كما قلت لكم هنا باش نخرج لوطو تاعي إي تيغا سي أن ديفيزي بار سي زيرو لو تو أونتر بارونتيز بويسونس أن بويسونس أن سير أن لي نصيبه موا أن باش نخرج في لوطو تاعي نزيدو نكملو ليكزومبل تاعنا ونفوتو ليكزومبل 5 بون ليكزومبل 5 عندي سي زيرو إتيغال 100000 دينار عندي أن 10 وديري عندي 10 متفقين بو هنايا عندي طرواطو نكاكيلي هاد نكاكيلي هاد لو كابيتال بار طرواطو بوندون 10 عندنا طو فاريا واللي هو اي اي عندي لو طو فاريا دوك تفهموني لو طو فاريا عندنا اي 1 3% pendant 2 ans هاد لو كابيتال pendant 2 ans deux ans, calcul à 3%. Andi I, 2, andi 5%. Pendant 3 ans. Ou andi I, 3, 7% pendant 5 ans. Bon, on a le placement à 100 000 dinars pendant 10 ans. Avec un taux variable, les deux ans, l'ouela, ou les deux années, l'ouela, 3%,
هذوك ال 5% لي 3 سنين اللي موراهم وعادك 6% في لي 5 سنين اللي موراهم لي ديرني اني لي 5 ديرني اني دروك هنا باش قال لك هنايا كالكيلي بون لا كيسيون تاعنا الاولى لا كيسيون تاعنا الاولى قال لك كالكيلي لا فالور ابري 10 لا فالور اكيس هنا لا فالور اكيس Après 10 ans. Quelle est la valeur acquise après 10 ans? C'est-à-dire la première question. Les taux variables, les 3% pendant 2 ans, 5% pendant 3 ans ou 7% pendant 5 ans. Donc, on va mettre le schéma. Le schéma est chez vous. On va le schéma. Alors. هذه هي لو شيما تاعنا نديرو لو شيما باش تفهموا احسن تفهموا هايا عندي زيرو حتى ال 2 عندي بريمير اني دوزيام اني 3% تافقين هايا لا 3% هنا 3% وعندي حتى من دوزيام اني حتى ال 5 اني عندي 5% 5% وعندي هنا 5 وهنا 10 وعندي هنايا ب 7% هذا لو كابيتال تاعي ب 7% هذا طو فاريابل افيك ان طو دانتيري فاريابل عندي لي دو زاني الاولى ب 3% لي 3 زاني لي موراها ب 5% ولي 5 زاني التوالا ب 7% غادي كالكيلي لا فالور كي سي توجور نخدمو بلا ميم لا ميم فورميل تاعنا لا ميم فورميل تاعنا واش تقول غادي كاكيلي سيديس واللي تقول 100000 هو لو كابيتال بلاسي لي بريميير اني ميتيبلي بار 1.03 بويسونس 2 هادي لي 2 زون الاولى عاود تبدل لو طو تاعي ميتيبليي بار 1 لو دوزيام طو 1.05 بوندون 3 زون خاطر من 2 زون 5 ans كاين 3 زون عاود ميتيبليي بار 1.07 بوندون 5 ans هادي هي لا فورميل تاعي اللي نخرج بها لا فالور راكي تاعي ابري 10 ans كي كالكيليها تعطيني 172 250 79 دينار هذه لا فورمي تاعي هذه لي كالكيليتها بلو طو افيك ان طو فاريا دوك خاصنا ان طو مايا بهاد لا فالي راكيز خاصنا نكالكيلي لو طو مايا تاع هاد لو بلاسمون تاعنا بهاد لا فالي راكيز باش نكالكيلي لو طو مايا تاعي شنو ندي 100000 لو بلاسمون تاعي 100000 ميتيبلي بار 1 بليس اي لو طو مويا هو اللي ما عنديش بويسونس 10 خاطر حطيته بوندون 10 ans ايتي ايغال 100 لا فالور اكي سي 172 260.79 دينار توجور نحط لا فورميل تاعي ونكالكيلي ونبدا نحسب ونكالكيلي هنايا واش غادي ندير ندير 1 بليس اي كيما حلينا لا فورميل الاولى اللي خرجنا بها لو طو تاعنا ديفيزي بار 172 260.79 ديفيزي بار 100000 تبقى معايا واللي تعطيني هنايا 1 بليس اي اي تي ايغال 172 260.79 ديفيزي بار 100 par 100000 le tout sur 1 dixième sur 1 sur 10 qui m'a dit la formule tienne l'oula ou li tatini 1 plus i tatini 1,055 ou li tatini i 5,5% a d'avoir le taux moyen tiède هذا هو لو طو موان تاعي جو بونس بلي فهمتوني وان شاء الله تكونوا فهمتوني
Bon, خوتي نفوتو دروك الدوزيام غران تيتر تاعنا اللي كنا شفنا في لو بريمي غران تيتر تاعنا شفنا لاكتياليزاسيون الكابيتاليزاسيون في لي زانتيري كومبوزي دوك غادي نشوفو لاكتياليزاسيون في لي زانتيري كومبوزي ولي فورمول تاعها وباش نفرقو ما بين الكابيتاليزاسيون والاكتياليزاسيون غادي نعطيكم هنا شيما ولا لا فالور اكتيال بون لا فالور اكيز هي الكابيتاليزاسيون ولا فالور اكتيال هي لاكتياليزاسيون بون باش نفرقوا بيناتهم ندير لكم هنا شيما هاي هذا الشيما تاعنا عندنا هنايا سي 0 0 وهنايا عندنا سي ان ان بون باش نكالكيلي انا دوك سي ان هي الكابيتاليزاسيون غادي نكالكيلي دوك من سي 0 اللي شفناها في لي 5 اكزومبل الاولى هذه الكابيتاليزاسيون كابيتاليزاسيون ودوك باش اللي في الدوزيام تي تاعنا غادي نشوفوا لاكتياليزاسيون نشوفوا لا فورمول لو دوزيام فورمول في الماتيماتيك فينونسي في لي زانتيري كومبوزي ولا في الماتيماتيك فينونسيير واللي هي لاكتياليزاسيون لاكتياليزاسيون هادي باش نفرقوا غادي نولي من الفيتير نولي للبريزون وهنا من البريزون نمشي للفيتير تاعي غادي انا حطيت هنا كالكيلي لو بلاسمون تاعي شحال يعطيني في المستقبل افيك ان طون افيك دون اون ديري معينه اون بيريود تكون معينه هنا نشوف شحال خاصني نحط باش نوصل شحال شحال خاصني نحط باش نوصل لمبلغ معين ولا ان مونطون معين في لاكتياليزاسيون اكتياليزي كي شغل اكتياليزي هذه هي لاكتياليزاسيون بون لا فورمول الاولى كنا شفنا سي ان ايتي ايكال سي زيرو ميتيبلي بار ان بليس اي بويسونس ان هذه لا فورمول الاولى قلنا كاين كات فورمول كاين دو فورمول في لي زاتيي كومبوزي وكاين دو فورمول في لي زانويتي بون لا بروميير فورمول كنا شفناها وشفنا كيفاش نتعاملوا بها كيفاش نخرجوا لو طو كيفاش نخرجوا لا بيريود تاعنا ان وشفنا لي فورمول تاعها دوك غادي نشوفوا الدوزيام فورمول تاعنا اللي كيما قلت لكم هي لاكتياليزاسيون لاكتياليزاسيون يعني نحوس على سي زيرو هذا سي زيرو تاعنا دوك انا باش نخرج سي زيرو نروح نيكلاطيه شنو ندير سي زيرو ايتيغال سي ان ديفيزي بار ان بليس اي بويسونس ان كم متفقين معايا بون عندي دوك هنا لا فورميل ماتيماتيك اللي تقول لي ان سير اكس بويسونس ان تعطيني اكس بويسونس موان ان متفقين معايا هذه لا فورميل ماتيماتيك اللي تقول لي ان sur x puissance 1 تعطيني هي x puissance moins 1 هذه لا فورمول تاعي ماتيماتيك نزيدو هنا نعاودو واللي هي هذه واللي تعطيني هنايا c0 est égal c1 multiplié par 1 plus i puissance moins 1 هذه هي الدوزيام فورمول اللي نأكتياليزي بها لي كابيتو تاعي باش 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 نفهمو احسن غادي ندو اكزومبل ونابليكي لا فورمول تاعنا بون عندنا لو بروميي اكزومبل هنا تاعنا اكزومبل 1 عندنا كاب ان بلاسمون ولا كابيتال سي 3 سمحوا لي درت هنا سي 0 عندي هنايا سي 3 ايتيغال 10000 دينار عندي لو طو 6% تفقي معايا وعندي لا ديري ان عندي 3 ans دوك عندي هاد لو كابيتال بعد 3 سنوات حصلت على 10000 دينار جزائري افيك ان طو دو 6% و لا ديري هي 3 ans على 3 سنين غادي ندير لو شيما تاعي هنايا ندير لو شيما تاعي ها هي لو شيما تاعي بون هنايا سي زيرو
هنا 0 هنايا عندي دي ميل دي ميل هادي سي 3 ولا دي سي 0 ولا 0 هنايا غادي دوك ناكتياليزيه غادي دوك ناكتياليزيه لاكتياليزاسيون ولي نحط لا فورميل تاعي واللي هي قلنا سي 0 ايتيغال سي ان واللي هو 10000 ميتيبليي بار 1 بليس 0.06 بويسونس موان 3 حطيتها على 3 هذه هي لا فورميل اللي نخدم بها باش نخرج لو كابيتال تاعي واللي تعطيني اللي تعطيني هنايا سي 0 ايتيغال 10000 ميتيبلي بار 1.06 بويسونس موان 3 واللي تعطيني 8300 هذا هو لو بلاسمون اللي حطيتها 396 19000 دينار خاصني نحط 8396.19 دينار نحطها في الاول من على 3 اون تولي لي 10000 افيك ان طو دو 6% على 3 اون جو بونس بلي فهمتوني وان شاء الله تكونوا فهمتوني نزيدو نكملوا الكور تاعنا دونك غادي نفوتو نشوفو لا فالور اكيز دان جروب دو كابيتو لا فالور الكابيتاليزاسيون تاع ان جروب دو كابيتو غادي نحطو ان جروب دو كابيتو ونشوفو لا فالور اكيز تاعه باش تفهموني احسن ندير لكم الشيما هنا باش تفهموني احسن عندي ان جروب دو كابيتو هايدا لو شيما تاعنا عندي ا كابيتال الاول لو دوزيام كابيتال هو بي لو تروازيام كابيتال هو سي متفقين وعندي هنايا نديرو بار اكزومبل هذا حطيته في ان هذا حطيته في ان بليس 3 وهذا حطيته في ان بليس 5 غادي نشوف لا فالور كي تاعهم منا على 8 طون اللي هي ان بليس 8 تما نحوس على فالور اركيز منا على 8 طون منا على 8 طون واللي خصني ناكتياليزي خصني ناكتياليزي هذا نديه ل في 8 ولا سي 8 وهذا نديه كذلك الفي 8 ونعاود هذا نشوف لا فالور كي تاعه في 8 وشحال يولي لي منا على 8 طون جو بونس بلي راكو فاهميني باش 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 ناكتياليزيه باش ندير هنا في 8 ولا ندير في 8 لا فالور كي تاعي في 8 ايتيغال ا ملتيبلي بار 1 بليس اي ويسونس 8 هنا عندي 8 طون عندي منا من الا لهنا عندي 8 طون عندي 2 اون 3 اون 5 اون 8 طون هادي 8 طون بليس بي واللي هو الدوزيام كابيتال ملتيبلي بار 1 بليس اي ويسونس 5 هذا عندي 5 بي عندي 5 من 8 طون خاطر حطيتها في التروازيام اني 5 موا 3 تعطيني 5 بليس تروازيام كابيتال سي ميتيبلي بار 1 بليس اي عندي 5 عندي 3 8 موا 5 تعطيني 3 خاطر حطيتها بوندون 3 هادي هي لا فالور اكيز وهادي هي لا فورمي تاعها باش ناكالكيلي لا فالور اكيز تاع ان جروب دو كابيتو هادي هي لا فورمي تاعها دونك غادي نديرو اكزومبل ان شاء الله نشوفو ان اكزومبل نشوفو ان اكزومبل بون ليكزومبل تاعنا هنا واش يقول قالك هي لونتربريز رومبورس رومبورس ان امبرانت على دو تروا فيرسمون كاين لونتربريز رومبورسات ان امبرانت افيك ان دو تروا رومبورسمون دو 100000 دينار 150000 دينار 250 000 دينار effectivement
en n, 1 plus 3 et 1 plus 5. Au taux de 7%, elle décide de remplacer ces trois versements par un versement unique, effectué en n plus 8. Quel est le montant de versement unique? Ouais, je vois le montant de versement unique. Bon, je vais dire comment je vais faire un mot. Je vais faire un exemple. Où il y a 1. Il y a 1. C'est la période de l'eau. 1 plus 3. Ou 1 plus 5. Ou il y a 1 plus 8. Le premier capital, 100 000. Le deuxième capital, 150 000. Le troisième capital, 250 000. Bon, c'est un petit capital, mais c'est une empreinte. Quand je rembourse, elle a trois versements. Je rembourse le premier versement 100 000, le deuxième versement 150 000, ou le troisième versement, tu fais 250 000. Le premier versement fait 1, le deuxième versement. Le 1 plus 3, le troisième versement, le 1 plus 5. Et il y a quelqu'un qui a remboursé avec un versement unique, mais il y a 8 ans, plus 8. Si je me suis dit, je suis la valeur acquise, et il y a 8 ans, je suis la valeur acquise, c'est Hada. 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 Je pense que je suis la valeur acquise. Bon, les exemples, donc, on va imprimer un fichier PDF, vous pouvez tout parler. Bon, on va dire que c'est V8, V8 est égal à 100 000, multiplié par 1, le taux, ou 7%, 7, puissance 8. C'est le premier versement, on a 8 ans. La valeur qui sert, on a 8 ans. On va la parenthèse, plus 150 000, ou le deuxième versement, multiplié par 1,07 puissance 5. On dit 8 moins 3, t'as fini 5. Aïe, 5. Plus 250 000, multiplié par 1,07 puissance 3. 3 années, on dit 8 moins 5, t'as tenu 3 années. Ou l'année, la valeur acquise après 8 ans, t'as tenu 688 462,13. Dinar, c'est la valeur acquise, t'as tenu 3 remboursements, les trois remboursements, les trois talents prêts, ou les chosnés, maintenant, les 8 ans, vers 688 462,13 dinars. Chalat Kounoufem Touni, c'est la valeur acquise, ou la capitalisation, la valeur acquise, la valeur acquise d'un groupe de capitaux. C'est-à-dire la valeur acquise d'un groupe de capitaux. Donc, regardez, l'exemple est là, regardez, la valeur actuelle d'un groupe de capitaux. Regardez, donc, le deuxième titre qui est là, la valeur actuelle d'un groupe de capitaux. Bon, باش تفهموني دوك غادي نديرو ان شيما تاعنا اللي نديرو ان شيما تاعنا باش نفهمكم احسن نديرو لو شيما تاعنا ها هي لو شيما تاعنا كيما هاك موعدنا هنايا في زيرو عندنا ا بريمير كابيتال بي وعندنا سي تفهم معايا بون هذا ان هذا ان بليس دو هذا ان بليس 3 وهذا ان بليس 5
La valeur actuelle ou les liens actualisés, les capitaux TIN, actualisés C, ou RD, le V0, on a actualisé le B, ou RD, le V0, on a actualisé le A, le V0, هذه لا فالور اكتيال تاعي ردهم هنايا واللي تقول هنايا بي 0 ايتيغال ا ميتيبلي بار 1 بليس اي ال ا هو الاول بويسونس موان 2 خاطر غادي ناكتياليزيه ال ا ها هو ال ا غادي ناكتياليزي عندها غير عامل لو دوزيام كابيتال واللي هو البي بليس البي ميتيبلي بار 1 بليس اي puissance moins 3, tu as intérêt 3 ans, après tu as mené la 3 ans, on a actualisé, mené la 3 ans, et la 3, moins 3, plus C, multiplié par 1, plus I, puissance moins 5. On a 5 ans, on a actualisé les 5 ans, on va dire la formule, tu as d'un coup, de la formule de l'eau, la valeur acquise d'un groupe de capitaux, ou je fais la formule qui fait une loi, ou donc elle a la formule de l'actualisation d'un groupe de capitaux. On tombe, Inch'Allah, qu'on a fait un bien, on a fait un bien, Inch'Allah, il y a là. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, يخمم شويه يعمل الذكاء تاعه وهو كل شيء سهل الانسان غير يخمم شويه يعرف يحل الامور بون ندو هنا ان اكزومبل بون ليكزومبل تاعنا عندنا اي لونتربريز قال لك عندنا اي لونتربريز ا كونتراكتي او طو دو 7% ان امبرانت كي رومبورس ا ديت دو 3 فيرسيمون دو 100 000 150 000 دينار اي 250 000 دينار افيكتيي ريسبيكتيفون ان 1 بليس 2 1 بليس 3 1 بليس 5 quel est le montant de l'empreinte. Bon, je vais te faire l'exemple. Je vais te dire comme schéma. Bon, on a V0. Tu es prêt, on a V0. Bon, l'entreprise garde l'empreinte, contracte l'empreinte. Bon, le, عندها le, باش ترومبورسي رومبورسات le, premier, le premier versement, le remboursement تاعها 100 000 على 1 plus 2. 100 000 هنا 1 plus 2. هنا على 1 plus 2. عاودك رومبورسات 150 000 على 1 plus 3. وعاودك رومبورسات 200. 50 000 fois 1 plus 5. Donc, c'est un calcul la valeur acquise. Tu as l'empreinte. La valeur acquise. On va dire actualiser. On va le capitaux. Le V0. La formule, il est comme drogue. On va la formule. V0. Est égal 100 000 multiplié le taux ou à 7% 1,7 puissance moins 2 100 000 elle a 2 ans elle a 1 plus 2 elle a 2 ans moins 2 plus 150 000 multiplié par 1,07 puissance 3. Deuxième capital, le deuxième versement, elle a 3 ans. Avec plus 250 000 multiplié par 1,7 puissance 5, moins 5, actualisé à 5 ans. C'est-à-dire la formule, où l'état est V0 est égal. كي تحسبوها بالماشينة تعطينا 388 0 35.09 دينار دوك هذا هو لومبرانت تاعنا واللي هو 388 0.35.09 دينار اللي ديناه في الفي زيرو هذا هو لو كابيتال تاعنا كيما قلت لكم 388 0.35
0,9 هذا هو لو كابيتال اللي تحصلنا عليه في 0 باش رمبورسيناه بان طو دو 7% على 5 ans actif le premier versement à dernière 100 000, deuxième versement 250 000 et 150 000, troisième versement à 5 ans 250 000. هذه هي لا فالور اكيز تاع لي 3 كابيتال تاعنا. وكيما قلت لكم هذا الفيشي دوك نبيبلي لكم ان شاء الله بي دي باش تقدروا تقراو لي زيكزومبل ميم. راه راني متراسيه لكم هنايا باش تشوفوا تراسي لكم هنا ما بلي شي ما كلش. واش نقول لكم نكتفيو بهذا القدر اليوم في هذا الفيديو نكتفيو بهذا القدر. بقاو لنا لي زانويتي ودوك نشوفوا لي زانويتي ان شاء الله باذن الله نشوفوهم في الدوزيام بارتي ولا في الفيديو الزاوج. وخير ما نختم به الكلام سبحان الله وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا انت واشهد ان محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.